وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، يعني إفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة والكثير من الملفات والتحديات، برأيك ما يمكن أن تخرج به هذه القمة المشتركة ما بين القارتين؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد نحن نتحدث عن شركاء تقليديين، الشريك الأوروبي هو شريك تجاري رئيسي للقارة الأفريقية، نتحدث عن أرقام ضخمة وكبيرة ما بين أوروبا وأفريقيا بتصل إلى 235 مليار يورو حجم التبادل التجاري ما بين القارتين، نتحدث عن أيضا 222 مليار يورو حجم الاستثمارات الأوروبية داخل القارة الأفريقية. ويمكن ما يربط أيضا هذه الشراكة الاقتصادية الكبيرة أيضا أن مصر أيضا الشريك التجاري والرئيسي الأول للاتحاد الأوروبي بحصيلة تجارية ضخمة جدا، وبالتالي هناك آفاق كثيرة سواء على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد السياسي، على الصعيد الأمني ومواجهة التحديات الأمنية، أو حتى على صعيد مجابهة المستجدات زي جائحة كورونا أو حتى التغيرات المناخية في ظل طبعا رئاسة مصر للمؤتمر الأممي للتغيرات المناخية COP27. وبالتالي هناك هنا الآن مشاركة مصرية بتؤكد دور مصر الريادي والفعال تجاه قاراتها الأفريقية. الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ذاهبا إلى بروكسل يحمل معه هموم القارة الأفريقية، دائما اعتدنا أن نستمع إلى صوت أفريقي أمين ينقل الهموم والشواغل الأفريقية إلى المجتمع الدولي. وبالتالي هناك الكثير من التحديات سواء التقليدية على صعيد تنمية التجارة، بحث أطر الاستثمار، دعم البنية التحتية، ولكن أيضا هناك مستجدات أهمها طبعا توفير العدالة في توزيع اللقاحات في القارة الأفريقية، توصيل صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية، نقل البنية التكنولوجية بما يخدم أيضا المواجهة تبعات التغيرات المناخية. وأعتقد أن ملف التغيرات المناخية سوف يكون له حيز كبير جدا في ظل رئاسة مصر للدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. نعم أستاذ جمال، مصر حلقة الوصل وتأخذ على عاتقها دائما قضايا القارة الإفريقية فيما يخص العديد من التحديات والملفات التي تحدثت عن بعض منها، وأيضا بتربطها علاقات وطيدة واستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وعلاقات بتضرب بجذورها في التاريخ وتمتد بأبعادها المختلفة وعلى رأسها الأبعاد الاقتصادية. كيف تشكل مصر من خلال هذه المشاركة الفعالة حجر زاوية فيما يخص قضايا إفريقيا وقضايا أوروبا ومن ثم تقريب وجهات النظر؟ يعني في الحقيقة هذه نقطة في غاية الأهمية، لأن مصر بالفعل استطاعت أن تكون هي الجسر الآمن للعلاقات المصرية أو العلاقات عفوا الأوروبية الأفريقية، وده لعدة أسباب. السبب الأول لأن مصر طبعا أعادت علاقاتها الجيدة والتاريخية والأصيلة مع قارتها الأفريقية كما ينبغي أن تكون، وأصبحت مصر فاعل إفريقي مهم للغاية ومؤثر افريقيا بشكل كبير جدا وعلى كافه الاصعده. وايضا مصر استطاعت ان تحقق شراكات مع الجانب الاوروبي وتخلق علاقات اوروبيه جديده وغير نمطيه، بل علاقات امتدت حتى لشراكات مع دول خاصه المتشققه على البحر المتوسط غير تقليديه، تطرقت الى مجالات تعاون جديده، وبالتالي هناك مجالات كثيره جدا اصبحت مصر شريكه فيها. ايضا نقطه اخرى تؤهل مصر للعب هذا الدور وهو ما حققته مصر في الحقيقه من استقرار داخلي، اصبحت هي النقطة المستقرة على المتوسط التي من الممكن أن تعبر من خلالها استثمارات الاتحاد الأوروبي إلى القارة الأفريقية. أيضا البنية التحتية العظيمة التي أنشأتها الدولة المصرية في خلال الثمانية سنوات الماضية من خلال دعم بنيتها اللوجستية، الموانئ، الطرق، الكباري، حتى الربط البري ما بين مصر والقارة الأفريقية، دخول مصر في مشروعات للربط البري مع القارة الأفريقية زي طريق القاهرة في التاون أو طريق الملاحي الكبير جدا الاسكندريه فيكتوريا او حتى الربط الكهربائي وغيرها من الامور التي ربطت البنيه التحتيه المصريه التي تؤهلها للعب هذا الدور مع القاره الافريقيه. ايضا مصر لعبت دور مهم جدا في تعزيز الشراكه الافريقيه سواء من خلال احتضان المؤتمر او المعرض الاول للتجاره البينيه مع القاره الافريقيه، او حتى يعني فكره ان تطلق مصر خلال رئاسه الاتحاد الافريقي اتفاقيه التجاره الحره. وعلينا ايضا ان نتذكر نقطه مهمه جدا ان مصر الان تذهب الى بروكسل وهي رئيس لاهم تجمع اقتصادي في القاره الافريقيه وهو تجمع الكوماسا، اذا ايضا مصر تحمل على عاتقها نقل هموم هذا التجمع التجاري الذي يضم عدد كبير جدا من الدول الافريقيه، وبالتالي مصر اهلت فيما
يخص هذا الشق الاقتصادي تحديدا، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بالأمس في معرض البترول والطاقة عن كيفية تنمية الموارد فيما يخص القارة الإفريقية والاستفادة بهذه الموارد الطبيعية دون المساس بمصالح شعوب القارة الإفريقية. يعني برأيك كيف تكون هذه الوجهة بالرؤية المصرية؟ كيف نقرب وجهات النظر ما بين دول يعني مرت بعدد من السنوات التي استفادت بها بموارد القارة الإفريقية، وجاء الدور الآن لكي تستفيد شعوب القارة من مواردها الطبيعية وتنميتها بالشكل الأمثل؟ يمكن الحديث المصري دوما من خلال القياده السياسيه المصريه عن القاره الافريقيه فكره العداله او المكسب المشترك، نعم، ما بين القاره الافريقيه والمستثمر الخارجي. كان في السابق دائما الجميع في الخارج يعتمد على القاره الافريقيه كمان جنبي الموارد الطبيعيه، ولكن حان الوقت للاستفاده من القدرات البشريه لدى القاره الافريقيه ونقل وتوطين التكنولوجيا والصناعه والاستثمار الحقيقي في البنيه التحتيه والامور التي تحتاجها القاره الافريقيه بما يحقق المنفعة المتبادلة. يمكن مصر قبل أن تتحدث حتى للمجتمع الدولي عن هذه الرؤية طبقتها على أرض الواقع. وجدنا وكالة الشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية تقوم بأدوار مهمة جدا في هذا الإطار داخل القارة الأفريقية. وجدنا مصر أيضا تدعم الاستقرار في القارة الأفريقية من خلال احتضانها وإنشائها لمركز مجابهة الإرهاب الخاص بدول الساحل والصحراء، أيضا مركز القاهرة للسلام وغيرها من الآليات التي ابتكرتها وانشاتها الدوله المصريه للعب هذا الدور. ايضا هذا بجانب التنميه المباشره والدخول في مشروعات عملاقه زي سد جوليوس نيريري، زي مشروعات للطاقه الشمسيه في اوغندا، زي مشروعات في جنوب السودان وغيرها من الدول الافريقيه. وبالتالي مصر حتى قبل ان تتحدث الى العالم هي بالفعل طبقت ما تقوله، وبالتالي مصر لديها تجربه سواء في الداخل المصري او في المحيط الاقليمي بننقلها الان للمجتمع الدولي. عليكم ان تنفذوا تطلعات الشعوب الافريقيه، عليكم ان تساعدوا، نعم، القاره الافريقيه في الاستقرار والتنميه. لكن اخيرا دعني اتحدث معك عن ملفين في غايه الاهميه، سواء فيما يخص مجابهه الفكر المتطرف والارهاب والهجره غير المشروعه، وهذا ما يؤرق ايضا بالطبع القاره الاوروبيه، او فيما يخص قضايا المناخ والتي تؤرق القاره الافريقيه بدورها من الاثار السلبيه التي تعود عليها. ثلاث ملفات خطيره للغايه ومهمه جدا، والاتحاد الاوروبي في الحقيقه يعني بتمثل هاجس كبير جدا، ومصر في الحقيقه لديها تجربه رائده سواء في مجابهه الارهاب، وتحاول دائما من خلال ادواتها المختلفه ان تنقل الخبرات الى الاشقاء في القاره الافريقيه، زي ما تحدثنا مركز تدريب والخاص بمجابهه الارهاب في الساحل والصحراء، ايضا التعاون الامني مع مختلف الدول الافريقيه. وبالتالي ايضا مصر كمان لها تجربه رائده في مجال الهجره الغير مشروعه، بنتحدث ان مصر لم يخرج منها سواحلها اي من القوارب الخاصه بالهجره غير مشروعه منذ عام 2016 حتى الان، وبالتالي تجربه رائده للمجتمع الاوروبي نفسه بيشيد بيها، وبالتالي هناك تجربه افريقيه هنا من الممكن نقلها للاشقاء الافارقه الاخرين. ايضا فيما يتعلق بالتغيرات المناخيه اعتقد ان هذا الملف مهم جدا، لان حتى السيد الرئيس تحدث بالامس عن فكره ان يكون هناك عداله، لا يجب ان تتحمل الدول الافريقيه التي لم تحقق التنميه بعد تبعات الثوره الصناعيه التي حققتها الدول الكبرى، وعلى الدول الكبرى ان تساعد الدول الناميه خاصه، نعم، في القاره الافريقيه. كيف هذه المساعده؟ من خلال نقل التكنولوجيا، مساعده في مجالات الرقمنه والشمول المالي، المساعده في توطين هذه التكنولوجيا، المساعده في التنميه المستدامه واهداف اجنده افريقيا 2063. وبالتالي ملفات ثلاثه مهمه جدا، الدوله المصريه لديها رؤيه حقيقيه في انقاذ القاره الافريقيه وايضاح وجهات النظر الافريقيه في هذه الملفات، وبالتالي هي ثلاث ملفات بتفرض نفسها على القمه الاوروبيه الافريقيه هذا العام ايضا. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي.